جرايه يا ياسين، هو انت عشان مسكوك سلاح هتعمل عليا راجل؟ ده انا اللي مربيك راجل عليك وعلى اي حد يجي ناحيه حاجه العطارين. اسمع يا انت، لم لسانك وتعلم الادب بدل ما خلي الرجاله يفتحوا عليك النار انت واللي معاك. خليهم كده يرفعوا سلاحهم وانا اسويكم انت ورجالتك والمخازن بالارض. اصبر عليكم بس عشان ما اعوز دم غير كده. انا الود ود اعلقكم على باب المخازن للغربان. سيب المخازن يا عم سميح، مش مكانك ولا ملعبك. انت في نجع العطارين. عطارين؟ طيب انا مش هسلمها لكم، واللي قادرين عليه اعملوه. يبقى استحمل اللي هيجرالك، انا مش هقرب لك. انا هقعد كابس على نفسك انت والمخازن لحد ما تاجي تسلمها لي بنفسك. يعني لا حاجه هتدخل لك ولا حاجه هتخرج من عندك، وهنستنى نشوف اخرك ايه يا سميح. يبقى هتستنى كتير قوي يا فارس. العطار قصدك فارس بيه العطار. هنشوف مين نفسه اطول يا سميح. يلا يا رجاله. وترك الخسيس فريسته مرميه للريح، لكن هو كان احن عليها منا، تواها وسطرها وخفى سرها وما قاله لحد الا الواحده بس. مين هي يا خاله؟ هتعرفوها لما يأذن ربنا وتجوش. ما جالتش لحد الليل لحد حين. منتظرة ساعة الحج لما تترد المظالم ويرجع الحج لأصحابها وتنعم هي في تربتها. هذا الحكي بيخص عمتي فريحة، مظبوط؟ لا تستعجل يا بنيتي، لا تقومي بدور الشيطان وتنبشي في سر مع جود بطار. مغرومة، مبارك يا مغرومة، ربي يسعدك يا بنيتي. خير يا عمي. اليوم حددت ميعاد عرسك على وردي حساف، لجل ما ننفذ وصية أخوي عارف وأجوزك حساف ولدي من بعده. مبارك يا بنيتي. ايه ده؟ معقولة؟ الإعلامية كبيرة؟ مكان لطيف قوي الحقيقة، وينم عن صاحبته لطيفة. أهلا سيف بيه، أؤمر. الأمر لله وحده. الحقيقة أنا جاي لحضرتك كده أتكلم معاكي في كلمتين. هو أنا مزعلك في حاجة؟ مزعلني؟ الزعل ده بين الصحاب وبس، وإحنا مش صحاب. وأول مرة نتقابل. ماشي. نتكلم بشكل واضح وصريح أكتر. إيه علاقة اللي بينك وبين سليم بيه والعبد لله؟ أنت جاي عشان تقولي إنك عارف اللي بيني وبين سليم العطار. تمام. بس أحب أقولك من البداية كده إن ده مش هيفرق عندي خالص، ولا هيرجعني خطوة عن اللي بعمله، لأن اللي بيني وبين سليم ما يخصش حد. شفتي كده بتظلميني إزاي؟ أنا مالي منك ومن سليم العطار؟ انتوا ما شاء الله يعني كبار بما يكفي، وعارفين انتوا بتعملوا ايه كويس قوي. كل أنا عايزه سعادتك تخفي عني شوية. ما بحبش الشوشرة حواليا، وبعدين ما فيش في مصر غير سيف العزازي وبس. أنا بقى عاوز أفضل وراك أنت. شفتي بقى؟ أنا مزعلك في حاجة. قلت لك مش أنت اللي ممكن تزعلني. أنت كده بتفرقي في المعاملة على فكرة. لو سليم بيدفع لك كتير أنا هدفع لك أكتر. قلتي إيه يا قمر؟ قلت إنك ما عندكش ريحة الأخلاق. اتفضل قوم من هنا. الله يسامحك، الله يسامحك، بس عايزك تبقي فاكرة كويس قوي الكلمة دي. هتدفعي تمنها غالي وغالي قوي. صباحك فل يا قمر. كلام ما جابش مع نتيجة.
أنا سبتك تعمل اللي أنت عايزه عشان عارف عملته ليه، بس أنا كنت متأكد إنه هيرفض. أصل زي موسى ده يحيى ما عندوش انتماء لأي حاجة، يمكن للفلوس بس. تمام، يبقى كده هو اللي جان على روحه. أنا كلمت فارس في الكفر، خليته يجهز الرجالة ومعايا ياسين عارف كل حاجة، وهطلع معاه. لا، أنت هتيجي معايا سينا. سينا؟ يبقى موضوع الدار ده تسيبه عليا أنا. لا يا يحيى، أنت برضو هتفضل هنا. ممكن يحصل هنا أي تطورات أحتاجك في حاجة ألاقيك. طب والدار يا عمي؟ فارس والرجالة اللي معاه هيقوموا بكل حاجة، أنا واثق. المهم بس يا عمار أي شيء يحتاجوه توفره لهم. الحرب دلوقتي يا يحيى ما بقتش في ميدان واحد. حجم تجارتنا في مصر قد ايه؟ مليارات. امال انا مش عارف، مين اللي هيعرف؟ 30 مليار جنيه سنويا. انت متخيل حجم الرقم؟ لو استغلينا الرقم ده في تجاره مشروعه، عارف يشغل كام واحد ويفتح كام بيت؟ تجاره بالحجم ده اكيد اعداد المجرمين اللي بيشتغلوا فيها هيكون كبير جدا. اكتر من 6000 واحد بيشتغلوا فيها، يرضيك نبطل؟ ما يرضيناش طبعا. واحنا كمان ما يرضيناش ان شركه كبيره بالحجم ده تخسر سوق مهم عشان عمليه ولا اتنين يتهاجموا. تجاهد اكتر. مشكلتك يا سيف بيه انك ذكي زياده عن اللزوم. ما تحاولش تحسس الشركه انك اذكى منها، لانها اول ما بتعرف حاجه زي دي بتجهز الحل البديل. الحل البديل بدل ما نطارد الاعداد الكبيره دي من تجار السلاح، ان احنا نسيطر على المنافذ البريه والبحريه ونمنع دخول السلاح من اساسه. وانا المنافذ دي لعبتي، اعرف كويس قوي ادخل ايه منين وامتى. وانا البيع لعبتي، وبرضه اعرف ابيع ايه لمين. يعني احنا بنكمل بعض يا نوح، وعشان كده احنا جبهه قويه ولازم تبقى اقوى. هو ده جزاتي يوم ما نجيتي جيتيني؟ ومش هو ده اللي انت اخترتيه وهربتي معاه؟ لا ياما، انا لا هربت خوف ولا جبن، انا هربت زهق وقله قيمه، هربت بعد ما خليت شكلنا ماسخ قدام الكفر كله. لا والله معذوره يا بنتي، ما انت ما خبراش الناس دول نفسهم قالوا ايه عليكي بعد ما هربتي مع الواد. انت اللي قصرتي رقبتنا وخلتينا مسخره وسط الخلق. لا ياما، الناس كلها عارفه اني اتجوزت ابن عمي، وانا لو لفيت الدنيا كلها مش هلاقي زي عمار، حتى لو بينا مشاكل بصيرنا في الاخر لبعض. ايه ده؟ انت بترطن يا رجيه؟ غيرتي لغوتك خلاص؟ امشي يا بت، امشي، انا مش عايزاكي. روحي ارمحي وراه والزقي فيه وقللي من قيمتك كمان وكمان يا رخيصه يا عدمه الكرامه. يما. نعم جرى ايه يما؟ ما تسيبيهم في حالهم، انت مش هاين عليكي تشوفي بنتك بتحب جوزها؟ اهلا. كملت والله زمان يا بنات عبد القادر. اقول لك حاجه، اقعدي جرها الزقي فيها، واقعدوا بقى جرجر جرجر كده طول الليل، نتفوا في فروتي تنتيف. اقول لك الحاجه كمان، ادعوا علي يا رب خد الجرشانه دي، بس تاني قاعده على قلبكم لطالون. وقال على راي المثل، الدعوه لو بتجوز لكن اتخلت صبي ولا عجوز. كتكم نيله يلا تجندلكم انتوا الاثنين خلف عره. اوف، استغفر الله العظيم يا رب. ايه حمزه، امال فين اللي انت كنت بتتحمى فيهم؟ خد اللي انت عايزه يا ولدي وارحل من سكات. انا كنت عارف ان هم يفروا زي العيال. خساره تربيتك يا شيخ سلام. ما تزوديهاش عادي يا رجية، انتي مش عارفة امك يعني؟